وللمزيد من النقاش والتعليق ينضم إلينا من طرابلس علي شتوي الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. إلى أي مدى ستكفي إقالة المنقوش لإنقاذ أدبيبة من هذا الموقف؟ أهلا وسهلا بك وبكل متابعيكم. حقيقة الأمر يعني لابد أن نعرف أننا حديثو عهد بالتجربة. تجربة وزيرة الخارجية تجربة بسيطة جدا، يعني من قبل التحول أو من قبل ثورة فبراير كان حتى يعني السفير هو أمين مكتب شعبي، وكانت مسميات، وكان دور وزير الخارجية لا يخرج عن إطار ما يرسمه الداخل. طبعا وزيرة الخارجية هي الناطق الرسمي باسم الدولة، ومطالبة الدولة الليبية يعني ومسؤولة على كل تصرفات وزيرة الخارجية أو وزير الخارجية في الدولة. الجميل جدا هو أو ما تناسته نجلاء منقوش أو من كان مشارك هو يعني حب الشعب الليبي للفلسطين وللقضية الفلسطينية، لأننا أذكر ونحن صغار المدرس والأستاذ والطبيب وكل والمحاسب في المصالح الحكومية أعتقد كلهم كانوا من فلسطينيين، وحب الشعب الليبي للقضية الفلسطينية. نعم أستاذ علي، وهذا واضح جدا من المظاهرات التي خرجت في طرابلس والمدن الليبية، ويعني عبرت تماما ماذا تعنيه فلسطين بالنسبة للليبيين. ولكن يعني أفهم من كلامك بحصر الموضوع بنجلاء المنقوش كأنها ستتحمل ما جرى، مع أن التقارير سواء التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية منها إكسيوس أو الإعلام الإسرائيلي تقول بأن نجلاء المنقوش لم تقم بهذا الفعل لوحدها، فهل هي كبش فداء ومناسب لتخريجة ما لحكومة أدبيبة؟ لأنه غير مقنع أن تقوم بهذا اللقاء بمفردها، ألا ترى ذلك؟ بكل تأكيد نحن نحلل، ليس لدينا معلومات يعني من مصادر موثوقة أو من دوائر. السفير الإيطالي نفى، والقائم بالأعمال يعني نفى أن يكون هناك اجتماع أصلا. نجلاء المنقوش تقريبا أو وزارة الخارجية تحدثت عن لقاء عارض، وحتى وإن كان لقاء عارض فهو مرفوض من الشعب الليبي، وردت الأفعال لم تحسب لها لا نجلاء المنقوش ولا الحكومة إذا كان فيه يعني هناك علم بهذا الموضوع. الجميل جدا أننا نحن نسير في اتجاه نعم نحتاج إلى، نحن ما زلنا في مراحل انتقالية، لازلنا شكل الدولة لم يكن بال يعني لم يكتمل بالشكل المطلوب، الشكل الصحيح، لازلنا نحتاج إلى، لكن التشريعات موجودة، ولكن يعني التطبيع مرفوض جملة وتفصيلا، ولو كان حتى في إطار بسيط جدا أو فتح باب لمفاوضات. لكن سيد علي، وأنت تشير إلى المرحلة الانتقالية، هذه الأزمة كيف تؤثر على الخلاف السياسي وعلى العلاقة ما بين الأجسام الليبية المختلفة؟ نعم، نحن الشعب الليبي متهمون دائما بأننا شعب يعني لا يخرج، لا يكترث لما يحدث حوله، لكن نعم شعب يراقب. الآن الصورة واضحة بأن الشعب مستعد للوقوف عند نقاط مهمة جدا لا يمكن تجاوزها. هذه القضية أخرجت الشعب الليبي الآن لازال في هناك محتجين، ولازال هناك احتجاجات في كل المدن الليبية في كل المناطق. هناك بيانات تخرج من كل البلديات في الشرق والشمال والجنوب. نعم أستاذ علي، القصد عن التأثير الداخلي، ودعني أحدد هنا كيف ستتأثر حكومة دبيبة. دعنا نفترض أنها لم تعلم بلقاء المنقوش مع إلي كوهين، فهذه مشكلة، وإن كانت تعلم فهذه مشكلة أخرى. وبالنسبة للمظاهرات التي تذكرها وكيف عبر الليبيون، عبروا عن أن هذه الحكومة يجب أن تسقط، ففي هذه النقطة تحديدا ما رأيك؟ ما مسؤولية حكومة دبيبة؟ نعم نعم نعم، سيبقى الأمر على كيفية تعامل الحكومة وإقناعها للشعب. خطوة جيدة عندما يذهب رئيس الوزراء إلى السفارة الفلسطينية ويقيل من هناك المنقوش ويفتح باب للتحقيق. خطوات الحكومة مهمة جدا. الآن سنرى وسنشاهد كيف تتعامل الحكومة مع هذا الملف الحساس الخطير جدا اللي فتح أمام الحكومة. يعني من السهل جدا والأيام يعني ممكن ربما الساعات
يعني مليئة بالأخبار وبالأحداث. تقريبا ستكون هناك أمور أوضح يعني في خلال الساعات القادمة، ويبقى دور الحكومة كيف تتعامل مع هذا الموقف الحساس. علي الشتوي الباحث السياسي من طرابلس، شكرا جزيلا لك سيد علي.